النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلات ظريفة وسهلة برضو، ويعني إيه أي ست إن شاء الله تلاقي عندها المكونات موجودة كلها سهلة ومتواجدة في البيت تقوم تعمل على طول بإذن الله تنبسط منها. هنبدأ النهاردة الحلقة بأكلة ظريفة جدا وسهلة وبسيطة. هنبدأ بصنية اللحمة المفرومة، هنشوف هنعملها صنية ازاي، مش كفتة بقى ولا نحط في نعملها صوابع ولا نعملها كور ولا لا، هنعملها صنية تبقى جميلة جدا جدا. يلا نشوف مع بعض المكونات والطريقة نعملها ازاي. معانا لصنية اللحمة المفرومة كيلو لحمة مفرومة، بصلة كبيرة مبشورة ناعم، بصلة كبيرة متقطعة حلقات، قرنين فلفل أخضر متقطعين حلقات، قرن فلفل ألوان من كل لون متقطع حلقات، حبيتين طماطم حلقات، كوباية بقدونس مفروم ناعم، كوباية بقسماط، ربع كوباية بقسماط مطحون، ربع كوباية دبس رمان، وملح وفلفل ومعلقة صغيرة توابل مشكلة. تمام، هنبدأ أول حاجة نقول بسم الله ونبدأ نجيب البولة اللي هنشتغل فيها، ده الملح والفلفل. أكلة بقى سهلة إن شاء الله وظريفة جدا، وبتتعمل في الفرن كلها، يعني كل الدبكة بتاعتها هي صنية ندخلها الفرن إن شاء الله هتطلع تبقى جميلة جدا. ممكن طبعا ما بتطلع شرايح، لكل واحد شريحة، جنبيها رز أبيض، جنبيها مكرونة، تبقى في منتهى الجمال. أول حاجة أنا هاخد معايا اللحمة المفرومة، لحمة بس عليها شوية بقدونس كده، نساعد كده مدلع الطبق. هبدأ أخلط اللحمة بالبقدونس ده كده عشان إيه تتوزع، وبعدين نبدأ نحط التوابل. هاخد شوية رشة فلفل أسود، رشة ملح، نص معلقة، آدي نص كمان، أقل من نص كمان، آدي التوابل المشكلة، وادي البقسماط المطحون، وادي دبس الرمان. عايزه اقول لكم مكون سحري بيخلي بيقلب الطعم خالص، يعني ناس تقول لك ده بيبقى طعمها زي الكفته، لا ده مع دبس الرمان بقى بيخلي الطعم مختلف وبيبقى في منتهى الجمال. احنا حطينا اللحمه المفرومه معانا وحطينا عليها التوابل المشكله، معلقه صغيره اللي فيها حبهان مطحون، وفيها كباب صيني، فيها بشر جوز الطيب، وفيها رشه زر ورد صغيره مطحون، خلي الريحه جميله جدا. وحطينا البقسماط، وحطينا دبس الرمان والملح والفلفل. طيب كمان هنحط ايه؟ هبدا معايا احط البصل كده، البصل المبشور. البصل ده هينزل لي ميه فيها، هيخليها تنزل ميتها، وكده كده اللحمه بتنزل ميه. طب عشان انا اتغلب على موضوع الميه ده حطينا ربع كوبايه البقسماط كده الشكل ده، اقلب كله في بعضه. هاخد البقدونس، ادي بقدونس مفروم، كوباية ربطة كاملة على بعضها. طبعا انا ما باخدش العيدان اللي فوق اللي هي بتبقى العيدان الفاضية دي، ما باخدهاش لان العيدان دي بتنزل عصارة كده ومية. انا باخد اهم حاجة عندي الورق، وطبعا زي ما احنا عارفين البقدونس ده ممتاز، حارق للدهون اللي في الجسم، مضاد للكوليسترول، بيحرق الكوليسترول. اللي دايما الكبابجي لما بنيجي نشتري من عنده الكفتة بنلاقيه راح حاطط لنا تحتيها فرشة بقدونس، فرشة البقدونس دي هي اللي بتمتص اي دهون بناكلها من الكفتة، بيبقى فيها ليا ضاني. البقدونس بيخلي الجسم ما يمتصش الدهون الزيادة، ينزله على طول بالشكل ده كده. طبعا برضو البقدونس ده فوائده كتير جدا جدا، يعني احنا لو شربنا الصبح كده على الريق بقدونس مغلي البقدونس، بنلاقي ان احنا لو عندنا اي مشاكل في الكلى. بسم الله الرحمن الرحيم، اقلع ده. عندنا اي مشاكل في الكلى عندنا البقدونس بينظف الكلى، وبيخلي طبعا يحصل فيه ادرار للبول عشان نشغل الجسم ويتخلص من اي سموم متراكمه فيه. عندي صينية بيتزا عادية جدا. هنا لو نلاحظ انا ما حطيتش اي دهون فيها، لا حطيت ليا ضاني ولا دهون ولا حاجة، واللحمة مفرومة حمرة. هنا كده باخد معلقة مليانة كبيرة، معلقة الاكل كبيرة، باخدها زيت ادهن بس بيها الصينية علشان الصينية عندي اللحمة ما تلزقش. بس بالشكل ده كده اهو. نعم الكبابجي
عشان احنا بنبقاش حاطين كميه الدهون اللي هو حاططها اللي بتدي طعم، زي مثلا ليا الضاني، هو بيبقى الكبابجي حاطط ليا ضاني فارمها مع اللحمه، فالليا دي هي اللي بتديني التماسك على السيخ وبتدي كمان الريحه، زائد ان هو بيبقى شوي على الفحم. احنا بنشوي على البوتاجاز يا اما في الفرن، مستحيل تدينا نفس الطعم ونفس الريحه الا اذا في الاخر واحنا بعد ما نشويها نحط لها فحمايه مولعه كده، تكون الفحمه ولعت خالص، نحطها في وسط الكفته وبعدين نغطي عليها طبعا الريحه ونطفيها بنص معلقه زيت، فلما الزيت بينزل على الفحم وهو مولع بيروح مطلع لنا الدخانه اللي بتبخر لنا الكفته، بس برده ما بتبقاش طبعا زي كميه الفحم الرهيبه اللي هو درج الفحم اللي عنده الكبير اللي بيبقى حاطط عليه الاسياخ وكل شويه يقلب. نقط الدهنه اللي بتسيح من الليه اللي بتسيح على الفحم المولع عنده هي دي اللي بتطلع تبخر لنا الكفته اللي احنا بناكلها من بره، بس في البيت طبعا تبقى انضف تبقى احسن. احنا عارفين اللحمه دي متاكدين منها ان هي لحمه صافي، ما بيبقاش بقى مفروم فيها كل حاجه زي الكبابجي. عايزه اقول لحضرتك ان الكبابجي دايما تلاقي معظم الكبابجيه بتلاقي مثلا جنبه جزار او هو اصلا جزار بياخد كل الحاجات اللي عنده اللي مش هتنفع تتباع يفرمها كلها، سواء بقى جلد سواء شغل سواء مش عارفه ايه، كل ده بيتفرم مع حته الدهنه بيفرم كل الحاجات دي مع بعض كده. انا هنا كده بسويها بعمل لها ايه ارضيه كده كويسه، ولازم تبقى اللحمه كلها نفس التخانه في الصينيه كلها. عايزه بس اوجه شكري جدا جدا لكل الناس ما شاء الله عليهم اللي نزلوا لي تطبيقات وبعتوها لي، التطبيقات بتاعتهم تحفه. انا ببقى فرحانه جدا جدا لما بلاقي حد من على صفحه بيتك ومطبخك مع غاده مصطفى، طبعا على الفيسبوك عارفينها، اما بلاقي حد بعت لي في الرسائل مسج بالتطبيق الحلو بتاعه، كاتب لي كلمتين ان الاكل عجبه والطريقه حلوه، بتفرحني جدا وبتسعدني. التطبيق بقى لما بيجيلك من حد قريب اكتر ليك، سواء الاهل القرايب الاصحاب والجيران، يعني عايزه اقول انا ببقى مبسوطه جدا بمدام هدى، مدام هدى عبد الغني جارتي، لما لقيتها امبارح بعتلي مسج بعتلي فيه صور التطبيقات بتاعتها اللي هي عملتها. عايزه اقول لكم ما شاء الله. الو الو، ايوه يا دودو، صباح الفل يا مدام ماجده. صباح الفل يا روحي. مدام نادي، اسفه. عامله ايه يا حبيبتي؟ انا الحمد لله كويسه. انت حضرتك ايامك كلها اسامي ربنا يا حبيبه قلبي، اهلا بحضرتك. لازم طبعا تفرحي وان الناس بتقدري، ربنا يخليك. انت بتقدرينا وبتقفي وبتتعبي لينا وبتعملي لنا كل الحلو، ربنا يخليك يا فندم. والاكله اللي انت بتعمليها النهارده دي انا بعملها، اسمها هندي. اسمها ايه؟ الهندي. الهندي؟ ايوه. فاكره كتاب ابله نظيره؟ طبعا عارفه ابله نظيره. ايوه، كان محطوطه فيها كده وبتبقى جميله وخفيفه وسهله. بس انت حطيتي بيضه ولا ما حطيتيش؟ لا ما حطيتش بيضه، انا حطيت لها بقسماط يعمل لها تماسك. البيضه بقى يا غدغوده بتخليها ما تكشش بقى، اللي بتبقى جميله صراحه. تسلم ايديك، ربنا يخليك يا مدام. طب دي حلوه، معلومه كويسه. زي ما قلت كده. نعم؟ بعمل جنبها مكرونه زي ما حضرتك قلت، بتبقى تحفه بالمكرونه، جميله، وطحينه كمان جنبها بتبقى جميله قوي قوي. تسلم ايدك حبيبتي. شفت حضرتك انا بحط لها ايه؟ بحط لها مكونات كده بتبقى جميله جدا، خضار بقى بيبقى مفيد جدا. لا جميله بس انا يعني مره ما حطيتش فيها خضار زي دلوقتي. بحط بقدونس وطماطم وبصل وفصين توم، بتبقى في منتهى الجمال والله. تسلم ايدك، ربنا يخليك يا مدام. تسلم ايد حضرتك. وتشمي ريحتها كده وهي طالعه من الفرن بقى، صحه وعافيه على حبايبنا. ربنا يخليك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين جميعا يا مدام نادية. انا بقى ما عايزاكي تنزلي لي من على الفيسبوك، تنزلي لي صور الحاجات الحلوه بتاعت حضرتك. والله انا عمري ما نزلت اكلات. طب بس هحاول ان شاء الله. صوري لي بقى الحاجات بتاعتك الحلوه عشان نعرضها هنا معانا في البرنامج ان شاء الله. حبيبه قلبي من عينيا الاثنين، ربنا يخليك. الله يخلي حضرتك منك ودايما يحسن ما بين ايديك يا رب. ميرسي جدا، شكرا لذوق حضرتك. وسلامي للحاجه طبعا، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي وتحياتي لكل الكاست اللي عندك. ربنا يخلي حضرتك. ميرسي جدا للتليفون حضرتك يا مدام نادي. كنت بقول لكم ان لما التطبيق كمان بيجي لي من حد قريب زي مدام هدى جارتي، ما شاء الله عليها ممتازه، يعني دايما بتتحفني بالتطبيقات اللي هي بتعملها. كانت امبارح بعتالي البصاره وبعتالي القرص الطريه، وقبل كده كانت بعتالي عرق اللحمه البارده، كانت بعتالي حاجات كتيره جدا. ان شاء الله انا بوعدها، والناس اللي على الصفحه كمان يا احمد هتقول لي الاسامي بتاعتهم.
اللي على الصفحه كمان اللي عاملين التطبيقات وبعتنها لي بقول لكم انا اسفه ان النهارده مش هقدر انزل الصور، بكره ان شاء الله. نعم كده انا دلوقتي حطيت عليها البصل اهو، وحطيت الطماطم، حط الفلفل الالوان، حطيت الاصفر اهو كده بالشكل ده، اصفر واحمر واخضر. عايزه اقول لكم بقى دي لما بتدخل الفرن على درجه حراره 180 بتقعد من نص ساعه ل 45 دقيقه. بنفتح عليها من تحت بس ما بنفتحش الشوايه، وبعد كده بنسيبها. بنلاقي بقى اللحمه استوت، بتتعرف طبعا اول ما اللحمه بنلاقيها استوت ارجع على طول اروح فاتحه عليها الشوايه، اديها بس ايه وش كده من فوق. طبعا ممكن نرش كمان عليها رشه جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر، ونفتح الشوايه ثواني بس كده تاخد لون خفيف، تبقى زي الفل، تبقى زي البيتزا بالظبط، كل واحد ياخد شريحه تبقى في منتهى الجمال. ادي كده انا هروح بس اشيل دول كده اهي، عايزين نشوفها بقى كده مع بعض. تمام الله على حضرتك، شايف حضرتك الالوان حاجه تفتح النفس فعلا. هنا بقى دلوقتي انا فاتحه الفرن على درجه حراره 180 وحاطه الشبكه في النص، هبدا ادخلها، هنسيبها من نص ساعه ل 45 دقيقه، ممكن تاخد اقل كمان لو الفرن عندنا حامي. نبدا بقى نروح ندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بالشكل ده شايفين معانا طعم بقى في منتهى الجمال. يا سلام بقى في المرحلة دي ممكن كمان نرش عليها رشة جبنة موتزاريلا منتهى الجمال، وممكن زي مدام نادية صديقتنا ما قالت لنا ان احنا نحط بضاية مع اللحمة مش هتكش، بس انا ما اعتقدش ان برضو لو حطينا ايه اللحمة لازم بتكش شوية، دي معروفة اللحمة البلدي لازم تكش.